علي عماد اخو الصحفي ومراسل شبكة اخبار مصر عمر عماد اللي تم القبض عليه في يوم 1/5 اللي حصل اشتباكات عند النبيل كانت فيه محاكمة الناس وعمر نزل يغطي الحدث واللي حصل عملية قبض عشوائي واتخذ ساعتها عمر وستة اصحابه ستة زمايله اتنين منهم من اكاديمية التجمع الخامس القاهرة الجديدة وحصل عملية قبض عشوائي واتخذ واتحكم عليه في ظرف 36 ساعة بخمس سنين ونص وكفالة ايقاف تنفيذ 30,000 جنيه حاولت وبعتوا كان عمر معاه الاي دي الكارنيه بتاع الصحافة بتاع شبكة اخبار مصر وعن طريقه بعتنا خطابات لكن للاسف النيابه ما اعترفتش كان متحرز معاه الكاميرا واللابتوب وكل حاجه والنيابه ما اعترفتش بالكلام ده كله تم تحقيق القضيه جنائيه ومن خلالها تم الحكم عليه. احمد سلامه من منظمه الوقفه قعدنا بنسال على حساسيه القضيه لما عرفنا حساسيه القضيه لان القضيه متفبركه ما فيش اي ادله ما فيش اي شهود على اللي حصل ما فيش قضيه اساسا بس في حكم ازاي ما نعرفش. ودلوقتي دي بقى منظومه كامله بتعمل من اول ما بدا ان هم بيطلقوا على الشباب مسميات زي البلاك بلوك ومش عارف ايه وهي اصلا الفكره كلها ان هم البلاك بلوك والحاجات دي كلها ده فكر اخواني فكر داخليه هم اللي انشؤوه عشان يدعوا لنفسهم مبررات ازاي يقضوا على شباب الثوره وازاي يقضوا على افكارهم وازاي ما يخلوش ان هم يخرجوا قصادهم. الداخليه مقصده انها تلكك لاي حد في اي حاجه يعمل وما يعملش المهم ان هو عايز يكسر شوكتنا اللي احنا عشان ما ننزلش تاني فلما يتقبض على ناس الناس تخاف وبيقولوا عليهم ما ننزلوش تاني. هم ما يعرفوش ان احنا لما الناس بتقبض عليهم ان احنا بنزيد قوه بنرجع تاني وما بنخافش. عاصم محمد اخو المعتقل عمرو محمد عبد الصالح. 36 ساعه تحقيقات بنيابه بحكم قاضي قدامهم 5 سنين و6 شهور ده بناء على ايه؟ المحاكمه العسكريه يعني المشير طنطاوي لما كان بيمسك فينا ما عملش معانا كده. يعني المحاكمه العسكريه عمرها ما اتحاكمناها كده برضه. ايه فين الثوره اللي احنا عملناها؟ فين كل ده؟ فين مرسي اللي هو المفروض قاعد على اساس ان هو قاعد على كتاب شباب الثوره دول؟ فين؟ حبسوا الصحفي وقتلوا